ناريمان يا ستاري، البرد برا عن جد مو معقول. تقولي اسكيمو؟ فخرية منيح انك اجيتي. ايه اجيت طبعا، والله رح موت من بردي. بيتنا بوز ناريمان، غرفتي بوز كمان. صاير معك شي مو هيك؟ فخرية، أهلين وسهلين بنتي. أهلين فيكي ومرحبا، والله ميتة من بردي أنا. بالبيت ما عنا كهرباء وجاي نام اليوم عندكم. عن جد عم تحكي؟ والله فرحتيني كتير. قولي لي شو صار بالكهرباء عندك يعني؟ قولي لأخي الشاطر النشيط جهاد شو صار بالكهرباء، مو إلي. عمتي؟ منشرب هلأ سحلب؟ إيه منشرب. يا عيني طعمته بالبرد بتذكرني بأيام كتير حلوة. على مهلكن على مهلكن، يعني أنا بدي ساوي هلأ السحلب لحالي؟ كأني عم بحكي مع الحيطان. والله هالبنتين بدهن يموتوني، تربايتي ما فيني أقول شي. خير إن شاء الله؟ ما بعرف، أنت شبك؟ ولا شي. ليش ما عم تردي على مكالماتي؟ كأنك عم زودها؟ سؤالي ضايقك شي؟ ولا مو متوقع أسأله؟ أخذت تاكسي وجيت على الشركة مشان شوفك. يعني شو أعمل أنا؟ رح أدفع لك أجار التاكسي وبلا هالمنية إيه؟ ليلى بس دقيقة تعي، أنا لما حكيت هالحكي كنت وقتها. ليش سكتت جهاد؟ يلا احكي، قلي شو بدك؟ ولا شي. انت متأكد؟ انا بعرف ومتوقع شو بدك تقول. انت بتشبههم. والله ما فهمت. انت بالنهاية مثلهم، ممكن تغمض عيونك وبعدين بتفتحهم، ولا كأنك عملت شي بتقلي حبيتك ليلى بعدين بتكبني مثل غيرك. مو معي حق بهالحكي؟ انت هلأ هيك، حتى إذا قلت لي هالشي غلط ما رح صدقك أكيد. يا الله شو هالمصيبة الغريبة اللي بعدت لي إياها. كان يوم حلو كتير. مثل ما شفتي هاي أماكننا. اللي عاصي الماضي لسه عم تعيشه. أنا هلأ بالأيام اللي رح يجوا علاقتي انتهت بالماضي. إيه بلا، رح تصير مؤلف مشهور كتير. هذا بكرة، في أغلى من مبارح وبكرة كمان، واللي هو اليوم اللي عايشينه. اليوم؟ أنا صار لازم أمشي، بالشركة بشوفك. مثل ما بدك. رؤيا أنا بتشكرك. ما في داعي. يعني انت شو اللي صار بينك وبينها هلا؟ هاي العالم ما فيها تكون منيحه، يعني لازم تتوقعي منها كل شيء. مبين ما بدها اياكي بنوب. هي مو طايقتني كمان. ايه شو بدك اياها تقول لك؟ ناريمان حياتي اهلا وسهلا فيكي بعيلتنا، صعبه عليها كثير هالحكي. ولا تنسي ماجد وحيده ومن غيرتها عم تحكي. فخريه ماجد اجا ونطرني قدام المرسى، طلب مني اني ضمه فجاه، قال لي ناريمان لا تتركيني محتاجك انا. بس ما بعرف شو كان صاير معه. على الأغلب ماجد مزعوج من شي هالفترة هي. ايه يعني قال لي يا ريت أمي لو تعرف شو عم حس تجاهك. ايه طيب ناريمان هذا شي منيح. ماجد خايف من أمه تحكي لي أو تخبرني شي عنه. أكيد. ايه بس ممكن يكون بس حكي. مثل ما أريش خانم قالت لي، لا تفكري حالك أنتي البنت الوحيدة اللي حبها. يمكن يكون مزبوط حكي يا فخرية.
مشان هيك. ايه كملي كملي يلا. اسمعيني منيح ناريمان، اصحك تتفلسفي هلا وتقولي انك خلص مو طايقتي ابدا. شو هالحكي، ما فيني افكر هيك اصلا، يعني بتعرفي كثير بحبه لماجد. ها والله هذا المزبوط. بس هاد ما بيعني ابدا اني ما رح اتعذب. اصلا العذاب هو اصل الحب وبيحليه كمان. امي ليش تاخرتي؟ عم شوف خالتك نوران. بس انا من زمان اتصلت بخالتي نوران وقالت لي طلعتي. استني علي هلا لحتى فوت وارتاح وبعدين اساليني ليش رحتي وين كنتي. والله اسئلتك مستحيل تخلص. اخ اخ قولي على هالعمر والله كله تعب. امي وين كنتي؟ شبكي انتي كمان؟ متفقين انتي واختك؟ ليكني اجيت على البيت خلاص، مرقت شوي على السوق بدي كم غرض من هنيك هيك والله، وبعدين مرقت على صاحب البيت. هذا نسيانينه، ما دفعنا الاجره يا امي. يا لطيف يا عيب الشوم. ومين قال لك بنتي اني ما دفعت؟ مشي الحال، هلا مرقت ودفعت له. حدا ساوى الطبخه؟ والله ميرفت الله يعطيها العافيه عملت لنا براك بجبنه اليوم وما تركتني اعمل شيء ابدا. يا هيك الاخوات يا بلغ، عارفه تقدر قيمتك منيح. يو لك والله نسيتوني الكيس بايدي. تعرفي هذا ليش؟ قولي لشو هاد؟ ليش نحن عنا أولاد صغار بالبيت لنشتغل لهم كنزة زهر؟ بده يصير فيه، جبتهم مشان حفيدتي. ايه بس ليش هاللون؟ متوقع هذا المولود يجيكي بنت. ليكي بدي يكون الفستان من هاللون، تحت الفستان قميص أبيض.